يقول: عندما نرد على بعض الجماعات المخالفة والأحزاب بأنهم يدعون إلى الله على غير بصيرة، يجيبون فيقولون بأنهم سبب في دخول كثير من الناس إلى الإسلام. إيه، لكن ما هو الإسلام اللي دخلوا فيه؟ ما هو الإسلام كلمة ولا كلام؟ الإسلام لابد حقيقة. ما هو الإسلام؟ هذا لو تسألهم عن ما هو الإسلام ما أجابوك، لأنهم ما يعرفونه. الإسلام بس، قل له عرفاً وش هو الإسلام، عرفاً. ما يستطيع يعرف، لأنه ما درس هذا ولا تعلمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما يأتي في هذا الباب، لما أعطاه الراية يوم خيبر قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعهم إلى الإسلام فقط، بل قال أخبرهم بما يجب عليهم في الإسلام. لا بد من بيان الإسلام. ما هو الإسلام كلمة تقال فقط. نعم.